مشاهدي الجزيرة الرياضية أينما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص برنامج VIP. نستقبل اليوم اللاعب التونسي والعربي الوحيد والإفريقي الذي سيلعب السنة القادمة في لا ليغا الإسبانية لكرة السلة، اللاعب صالح المجري. صالح، مرحبا بك في برنامج VIP. مرحبا بك، عايشك. كيف بدأت في عالم كرة السلة؟ والله البداية بتاعي كانت يعني من حاجة بالصدفة. كنت نقرأ أنا في آخر سنة في الثانوية، اللي معروف يعني في تونس معروفة برشا باكسبور. شافني يعني المتفقد بتاعي في الجهة بتاعنا في جندوبة، قال عليه ما تلعبش باسكيت. قلت له أنا بعمري ما جربت نلعب باسكيت قبل. هزني بعد لفريق نجم رياض الساحل، اللي هو واحد من أكبر الفرق في تونس، واحد من اكبر فرق في افريقيا زاد. بديت بشوي بشوي مع نجم رياض الساحل، بعد التحقت بالمنتخب وحتى هاني وصلت لنا توا. لماذا اخترت رياضة كرة السلة ولم تختار رياضة اخرى؟ والله ما مع العلم انك لاعب ممتاز في كرة القدم حسب معلوماتي. يعني بالضبط، انا كنت نلعب كرة قدم يعني كيف التونسي الكل نلعبه في الشارع مع اصحابنا. كنت نلعب مع فريق صغير يعني مش ما كانش يعني معروف برشا. نلعب في المعهد يعني في فريق المعهد. كنت مغروم برشا بكرة القدم والتو مغروم برشا بكرة القدم. كرة السلة ما كانتش يعني اختيار متاعي أنا يعني. كانت حاجة يعني إجبارية بالنسبة للطول متاعي أنا يعني. كنت يعني عندي قامة طويلة 2.10 متر، دونك ما كانش يعني حاجة، كان لازمني نمشي باش نلعب كرة السلة، وذاك علاش نتولنا. أكيد أنك يعني في بداياتك كان هناك مدرب هو الذي ساهم في سطوع اسم صالح المجري. من هو المدرب الذي ساهم في يعني تكوين صالح المجري؟ والله برشا، ما مش نقول لك واحد مدرب واحد يعني. كان ثم شكون كان سبب اللي انا بديت باسكيت، اللي هو سي محمد التومي وسي موسف الزغدودي المتفقد اللي شافني. تلها بيا سي محمد وقت كنت مع جنيور، انني وحدي كل شيء. بعد جاء سي نبيل حطاب زادت الهابية، سي رضا العبيدي اللي اعطاني فرصتي باش نلعب، ومعاهم زاد كان يعني عنده فضل كبير عليا سي عادل تلاتلي اللي عيط لي للمنتخب وانا ساعتها ما نلعبش برشا في فريقي. كان يعني دفعه كبيره هذيك باش تترينا مع احسن لاعبين في تونس، باش تلعب باش تمشي تسافر تشوف يعني الباسكت تاع المستوى العالمي. زاد سي رضا العبيدي كيف جا لي طوال عطاني برشا فرصتي باش لعبت في نجم الرياضي الساحلي. هو زاد خدم معايا برشا، نتفكر انا يعني نخدم نترناو من 6 حتى 8 نتاع الليل، بعد جوالات يمشوا يروحوا وانا سي رضا العبيدي نمشي نتعداو نعملوا مسكولاسيون يعني تقوية العضلات. نتفكرها يهزني هو بكرهبته ساعتها، انا ما عنديش سيارة ساعتها، يهزني هو نمشي نقعد مع بعضنا نخدم مع بعضنا ساعة ساعة ونص. هو يعني يضحي بعائلته ويضحي بوقته من اجلي انا يعني كل شيء. صالح، كيف تقبلت اول دعوه للمنتخب التونسي لكره السله؟ والله كانت مفاجاه لي انا، مفاجاه صار بما اني ما تعرف انت باش يهزوا لاعبين للمنتخب لازم يكونوا احسن لاعبين موجودين على الساحه ساعتها. سعاده ثلاث لي امن اللي ما عدناش جوالات 2.10 متر يعني في تونس. قال لها الجور هذا لازم، هذا مهمة وطنية يعني لازم العباد الكل تحاول مع بعضها باش تعاون صالح مجري باش يوصل، على خاطر ما جامي كان عندنا، ما كانش عندنا قبل جوالات ما تعداوش على تونس جوالات 2.10 متر. دونك الناس الكل حاولت يعني بقيادته هو اللي هو كان على رأس المنتخب الأول يعني باش يتحمل مسؤوليته ويعيط لصالح المجري ساعتها ما يلعبش في فريقه جور مبتدئ، كانت مسؤولية كبيرة. والحمد لله يعني وصلنا النتيجة، ما كانتش تنجم تقول كانت شوية هكا مغامرة، فهمت؟ ريسك حاجة فيها، فهمتني؟ هو خذاه الريسك هذاك، الحمد لله يعني وصلنا اللي احنا فيه نتوا. صالح، كل لاعب في كرة السلة له قدوة، ما هو قدوتك في كرة السلة التونسية والعالمية؟
في كرة السلة التونسية كما ترى عندنا تبارك الله جوارات من طراز رفيع كيف أمين رزيق، مروان كشريد، رضوان سليمان اللي كان يعني من أحسن لاعبي من أحسن أحسن لاعب عربي في العامين اللي فاتوا. أمين رزيق كان أحسن لاعب في المركز بتاعه في 2009 في أفريقيا يعني. دونك هذوما جوارات انت تجي تلقى روحك ترينا مع اللاعبين هذوما في ليكيب ناسيونال، لازمهم يكونوا قدوة نتاعك، لازم تنجم باش تحاول باش تعمل كيفهم باش تترينا كيف ما هما يترينوا بنفس السيريو يعني نتاعهم. وبيان سير في الكرة العالمية فما برشا جولات، مش نقول لك واحد هكا هو، أما يعني أحسن جوار عندي وأحسن إكيب عندي هي بوستن سلتيكس في الـ NBA، وأحسن جوار عندي كان كيفن جارنيت. كنت احتياطي في النجم الساحلي، لكنك عرفت كيف تشتغل بانضباط كبير لتصبح صلاح المجري اليوم. حكيت لك أنا بكري شوية على سيريدا العبيدي، ما كانش سيريدا العبيدي وحده هو اللي خدم معايا، سي محمد التومي زاد في وانا كنت في جونيور يخدم معايا وحدي، عيط لي يخدم معايا وحدي انا ولاعب اخر ساعه كرجاء ايمن بوزيد. بعده جاء سي نبيل حطاب كيف تلها بينا برشا المدربين اللي رانوني في صنف الشبان كيف يعني برشا عباد خدمت انا امنت بروحي وهم بتبيع الايمان هذاك بروحي عطاهم لي هم اختاروا قبلي ما عندناش برشا جولات زمتر وعشرة يعني تنجم أنت توصل. سيراوف بالحاج زادة كيف خدم معنا برشا، يعني ما نجمش نقول الأسامي الكل اللي خدموا معايا، برشا برشا عباد خدموا معايا يعني عاونوني باش نوصل أنا. أنت تخاف أن تنسى بعض الأسماء؟ بالضبط نخاف أن أنسى شوية أسماء تولي العباد تتغش عليا، أو كرجيست قلت لي تفكرتهم تو يعني اللي ما قلتهمش سامحوني. مي برشا يعني أنتر دي مدربين خدموا معايا باش يوصلوني لنا، خدموا معايا مش تكنيك وتكتيك أكهو، خدموا معايا زادة على المستوى المونتال على التحضير الذهني. التحضير الذهني باش يقولك مثالش انت تو ما تكورش، كي غزيت الباسكيت هذا نشوف معايا اصحابي يلعبوا وانا ما نلعبش قاعد على البنك، هذيك حاجة زادة تأثر في اللعب. مي هما عرفوا كيفاش يفهموني اللي هذيك حاجة عادية ولازم تستنى تو يجي نهار وتاخو فرصتك. الحمد لله جاء النهار هذاك وفهمت لي يمكن الكلام هذاك ما فهمتوش في وقته وكنت شوية متعصب لكن حب نلعب كل شيء مية تو فهمته. وان شاء الله هذه رسالة يعني للعباد الكل اللي ما تلعبش نورمال جي فرصته ويلعب ان شاء الله. من تجربة احترافية ببلجيكا ثم محطة أولى بإسبانيا لتحط الرحال في الفريق الملكي ريال مدريد وهو حلم كل لاعب عربي وإفريقي أن يلعب في هذا الفريق الكبير، كيف تقبلت الدعوة من فريق ريال مدريد؟ الحقيقه كانت مفاجاه اخرى ساره في حياتي، برشا عندي برشا مفاجات ساره، هذه مفاجاه كبيره كانت. انا من صغري نحب ريال مدريد في كره القدم، نتبع برشا ريال مدريد. سنا كيف جاوا يعني كلموا لاجون تاعي قالوا نحبوا نصحوا صالح، حقيقه ما صدقتش انا ولتو يعني برشا عباد مازالت ماهيش مصدقه يقولوا لي ليه مش صحيحه الحكايه. هذا شرف كبير لي انا، شرف كبير للعباد الكل العربي كل جكروا، حاجه باهيه يعني باش تصير في تاريخ كره السله العربيه. الواقع نتاعها كان كبير، كان في تونس ولا في اي بلد عربي اخر، احنا تو لعبنا كونتر الجزائر يعني تشوف الجزائريه فرحانين، لعبنا كونتر الاردن يسلوا فيها باش تلعب في مدريد كذا، تو في قطر كيف عباد جي صالح باش تلعب في مدريد. دونك هذه يعني حاجه به الكره السله العربيه كل مش كان صالح المجري ولا تونس كهو. لو تعطينا يعني سبق صحف